الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله جميعا في هذه المحاضره ضمن هذه الدوره العلميه المقامه في المسجد الحرام بمكه المكرمه والتي تنظمها الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واشكر الاخوه في الرئاسه العامه والاخوه في التوجيه والارشاد على اقامه هذه الدوره واسال الله تعالى ان ينفع بها. عنوان هذه المحاضره او هذا الدرس نوازل الحج وقبل ان اتحدث عن هذه النوازل اشير الى فضل هذه العباده فان الحج عباده عظيمه من اجل وافضل العبادات. وهو الركن الخامس من اركان الاسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذه العباده لها خصوصيه وميزات ليست في غيرها ومن ذلك ان هذه العباده اذا وقعت على الوجه الاكمل فانها تكون مكفره لجميع الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصيه ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه متفق عليه وقد جاء في صحيح مسلم في قصه اسلام عمرو بن العاص انه لما اتى يريد ان يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت يا عمرو ذلك؟ قال أردت أن اشترط قال تشترط ماذا؟ قال اشترط أن يغفر لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وهذا هو موضوع الشاهد وأن الحج يهدم ما كان قبله أي يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي فهذه الخصيصة وهي أن الحج يكفر جميع الذنوب بما فيها الكبائر لا, يوجد لا توجد في غيرها فمثلا صيام رمضان يكفر الصغائر الصلوات الخمس تكفر الصغائر كما قال عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. فهنا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان تكفير الصلوات الخمس والجمعه ورمضان انما هو للصغائر دون الكبائر. بينما الحج يقول عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا يعني انه تحط جميع عنه جميع ذنوبه الصغائر والكبائر. ولكن هذا التكفير تكفير الحج المبرور للذنوب خاص بما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل. واما ما كان متعلقا بحقوق الادميين فلا يكفره الحج ولا غيره بل تبقى حقوق الادميين لاصحابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الشهيد الذي يقتل في سبيل الله قال لما أخبر بأنه تحط عنه ذنوبه قال إلا الدين قال إلا الدين فإن جبريل قال لذلك فحقوق الأدميين تبقى لأصحابها وهذا يدل على خطورتها ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة قال ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ايها الاخوه عندما نتكلم عن النوازل فالمراد بالنوازل المسائل المستجده التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد وكذلك ايضا يدخل في ضابط النوازل المسائل القديمه لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها فالنوازل إذا تتناول هذين الأمرين وأذكر جملة من نوازل الحج والتي يكثر السؤال عنها أولا يعني نحن الآن نعيش في نازلة وهي جائحة كورونا التي لا تزال على أشدها و هذه الجائحه لها اثر على بعض الاحكام الشرعيه ومن ذلك الحج اولا ينبغي لمن اراد ان يحج او يعتمر ان يحرص على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الوقائيه ومن ذلك اخذ اللقاح ومن ذلك لبس الكمامه ومن ذلك البعد عن التجمعات ونحو ذلك مما يوصي به المختصون فان هذه من الاسباب التي يفعلها الانسان اتقاء لانتقال العدوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الاسد ولما اتاه وفد من ثقيف واخبر بان فيهم رجلا مجذوما قال اخبروه لا ياتي فان قد بايعنا وهذا من باب فعل السبب فان المسلم مطلوب منه ان يفعل السبب وفعل السبب جزء من التوكل على الله عز وجل، لان حقيقه التوكل على الله هي صدق اعتماد القلب على الله مع فعل الاسباب الماذون فيها. تاتي من النوازل هنا ان انه ان كل من اراد ان يحج هذا العام في ظل ظروف هذه الجائحه جائحه كورونا ينبغي له ان يشترط ان يشترط عند الاحرام. عندما يريد ان يهل بالحج او بالعمره فمثلا يقول اللهم لبيك عمره وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او يقول اللهم لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ارى انه في هذا العام ينبغي لجميع الحجاج ان يشترطوا لان وباء كورونا لا زال حاضرا والانسان لا يدري ما يعرض له فما يدري ربما يصاب بهذا الوباء. حتى من اخذ الجرعتين قد يصاب بهذا الوباء، وربما اذا اصيب بهذا الوباء قد لا يتمكن من اتمام الحج. ولذلك ما دام هذا الوباء حاضرا وموجودا فينبغي لجميع الحجاج هذا العام ان يشترطوا. نعم في الظروف المعتاده كنا نقول ان انه ان الافضل الا يشترط الحاج والمعتمر إلا إذا خشي من عائق يعوقه كإنسان مريض يريد أن يشترط خشية أن يتفاقم معه المرض فلا يستطيع أن يكمل عمرته أو يكمل حجه أما من كان لا يخشى من عائق يعوقه فلا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاشتراط امرأة واحدة فقط مع أنه قد حج معه قد حج معه قرابة مئة ألف لكنه أمر امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير بالاشتراط لكونها كانت مريضة ولم يشترط عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالاشتراط بقية أصحابه فالأصل أن الإنسان أن, الأفضل في حقه ألا يشترط إلا إذا كان يخشى من عائق يعيقه لكن نحن الآن في ظل ظروف هذه الجائحة جائحة كورونا أرى أن جميع الحجاج هذا العام ينبغي لهم الاشتراط وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له هذا الوباء لا زال قائما، هذا الوباء لا زال حاضرا، هذا الوباء يمكن ان ان يصيب اي انسان حتى من اخذ الجرعتين، ولذلك فالاولى ان يشترط جميع حجاج هذا العام حتى لو قدر ان احدهم اصيب مثلا بهذا الوباء فله ان يتحلل ولا شيء عليه، وهذه هي فائده الاشتراط ان من اشترط وقدر له الا يستطيع ألا يكمل الحج فانه يتحلل ولا شيء عليه. مع ان فائده الاشتراط ان من اشترط ثم حصل له عائق يعيقه فلم يستطع اكمال الحج فانه يتحلل ولا شيء عليه. بينما الذي لم يشترط يكون حكمه حكم المحصر. فياخذ حكم المحصر وهكذا ايضا وهكذا ايضا من اتى للعمره او للحج وقصر في الاتيان بالمتطلبات النظاميه ولم يمكن من العمره او الحج فهنا فهذا يكون حكمه حكم المحصر والمحصر حكمه انه يحلق راسه ويذبح هديا يحلق راسه ويذبح هديا ويقضي الحج من عام قابل يقضي الحج من عام قبل على خلاف بين العلماء هل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب. ايضا من النوازل المتعلقه بهذه الجائحه انه لا باس ان يستخدم المحرم المعقمات لان هذه المعقمات ليست طيبا وانما هي للتعقيم فقط ويحتاج الحجاج في ظل ظروف هذه الجائحه الى استخدام هذه المعقمات وستوضع في المخيمات وتوضع في يعني عده اماكن فنقول لا باس للمحرم سواء كان رجلا او امراه ان يستخدم هذه المعقمات اللهم الا ان يكون هذا المعقم هذا 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 المعقم معطرا الا اذا كان هذا المعقم معطرا فإذا كان معطرا فيجتنبه المحرم ويستخدم غيره من المعقمات. لكن يعني المعقمات الموجوده الان السائده هذه ليست معطره، لكن لو افترضنا لو افترضنا وجود معقم معطر هنا يجتنبه المحرم ويستخدم غيره من المعقمات غير المعطره. وهذا يقودنا الى يعني حكم استخدام المعطرات الحديثه للمحرم عموما. المحرم يجب عليه أن يجتنب الطيب رجلا كان أو امرأة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذي وقصته راحلته قال لا تخمر رأسه ولا تحنطه وفي لفظ ولا تطيبه فإذا كان هذا في المحرم الميت وفي المحرم الحي من باب أولى فالمحرم ممنوع من الطيب بالإجماع سواء كان هذا الطيب ملموسا او كان على شيء ملبوس او كان ماكولا او مشروبا مثل الزعفران مثلا الذي يكون في القهوه او الشاي او نعناع ونحو ذلك اذا كان هذا الزعفران موضوعا مع 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 غيره فالزعفران طيب والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا وَرَسٌ فهنا النص على ان الزعفران انه نوع من الطيب فالمحرم لا لا يشرب قهوه او شاهي او نحو ذلك مما فيه زعفران وكذلك ايضا يجتنب الطيب بجميع انواعه ومن ذلك استخدام ومن ذلك انه يجتنب المناديل المعطره يجب على المحرم ان يجتنب المناديل المعطره وان يقتصر على المناديل غير المعطره وكذلك أيضا يجتنب الصابون المعطر والشامبو المعطر وكل ما كان فيه عطر كيف يعرف أن هذا الصابون معطر أو ليس معطر الجواب يقرأ مكوناته إذا كان فيه عطر يكتب ضمن المكونات عطر أما إذا لم يكن فيه عطر فلا يكتب وأما وجود النكهة هذه ليست عطرا مثل مثلا الموجود في الصابون التايد هذه نكهه ليست عطرا لكن بعض انواع الصوابين خاصه الصوابين يعني السائله عندما تقرا المكونات تجد ان من ضمن المكونات عطر فهنا يجتنب المحرم هذه الصوابين المعطره ويجتنب الشامبو المعطر ويجتنب المناديل المعطره ويجتنب كل ما كان معطرا لان المحرم ممنوع من الطيب بجميع صوره وأشكاله. ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها ولها تعلق بهذه الجائحه جائحه كورونا مسأله حكم لبس الكمامه للمحرم وللمحرمه. الكمامه هذه يوصي بها الاطباء في الفتره الحاليه لأنه يتقى بها انتقال العدوى. هل المحرم ممنوع من لبس الكمامه؟ وهل هي هل هي اصلا فيها تغطيه للوجه؟ لو افترضنا ان فيها تغطيه للوجه. فهل المحرم ممنوع من تغطيه وجهه؟ هذه المساله محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح ان المحرم ليس ممنوعا من تغطيه وجهه. لانه لم يرد في ذلك نهي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لتغطية المحرم لوجهه وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته وهو محرم وجاء في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه فهذه الزيادة ولا وجهة قد جاءت في إحدى روايات مسلم ولكن الرواية المحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي لا ولا تخمر رأسه بدون زيادة ولا وجهة أه ومما يدل لهذا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد أولا الرواية المحفوظة الصحيحة ولا تخمر رأسه ثم أتبعها بالرواية الأخرى ولا تخمر رأسه ولا وجهه. والإمام مسلم أحيانا أو في كثير من الأحيان يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة تنبيها على ضعفها. تنبيها على ضعف تلك الرواية الضعيفة. مثل حديث غير الشعر هذا ثم أورد بعد ذلك الرواية الأخرى بزيادة وجنبه السواد وزيادة وجنبه السواد غير محفوظة فهذا هو منهج الإمام مسلم في صحيحه أنه أحيانا يورد الرواية أو في كثير من الأحيان يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة تنبيها على ضعف الرواية الضعيفة فإذا زيادة ولا وجهه غير محفوظة وعلى ذلك فالقول الراجح أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا فلا بأس بأن يلبس المحرم الكمامه. وأما بالنسبه للمحرمه فترد مسألة النقاب. فيعني اذا اذا المرأه لبست الكمامه على وجه يشبه النقاب. فأي فرق بين الكمامه وبين النقاب. ولهذا فالقول الراجح بالنسبه للمرأه المحرمه انها اذا لبست الكمامه مغطية انفها وفمها فقط ان هذا لا باس به لان هذا لا يشبه النقاب اما اذا جعلت الكمامه مغطيه لوجهها ولم يبدو منها سوى العينين فهذه الكمامه شبيهه بالنقاب ولذلك المراه المحرمه اذا ارادت ان تلبس الكمامه فينبغي ان تقتصر في لبسها على تغطيه الفم والانف فقط والا تجعلها مغطيه لمعظم الوجه لانها اذا فعلت ذلك فان هذه الكمامه تكون حينئذ مشابهه للنقاب والمراه المحرمه ممنوعه من النقاب من النوازل من نوازل الحج مساله اعتبار جده ميقاتا هذه مساله تكلم عنها الفقهاء السابقون لكن باعتباري ان اكثر الحجاج اليوم انما ياتون الى مكه عن طريق جده يعني أكثر من 90% من الحجاج إنما يأتون عن طريق جدة عبر الجو أو أو البحر ومن هنا يعني بعد يعني بعض أهل العلم طرح هذه المسألة واعتبر جدة ميقاتا وبعضهم يعني قال إنها محاذية لبعض المواقيت والواقع أننا إذا نظرنا إلى مدينة جدة نجد أنها دون المواقيت وأنها لا تحاذي أيا من المواقيت بدليل أن من أراد أن يأتي إلى مطار جدة من أي جهة سواء كان من جهة الشرق أو من جهة الشمال أو من جهة الجنوب أو من جهة الشمال الشرقي أو من جهة الجنوب الشرقي أو من جهة الجنوب الغربي أو الجنوب الشمالي أو, 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 أو من جهة الشمال الغربي لا بد لا بد أن يحاذي أحد المواقيت لا بد من محاذاة أحد المواقيت ما عدا جهة واحدة ذكر الفقهاء قديما قالوا إنه يمكن أن يصل فيها إلى جدة من غير أن يحاذي أيا من المواقيت وهي جهة الغرب من مدينة سواكن بالسودان فهذه قالوا إنه يمكن أن أن يأتي الإنسان إلى مدينة جدة ويصل إلى جدة من غير أن يحاذي أي من المواقيت ولهذا رخص الفقهاء في في من اتى من مدينه سواكم السودان ان يحرم من جده ومن عداهم فليس لهم تاخير الاحرام حتى يصل الى جده لانه لا بد ان يحاذوا احد المواقيت قبل وصولهم الى مطار جده فيجب عليهم عند محاذاه الميقات ان يحرموا من الميقات الذي قد مروا به ومن قال ان جده ميقاتا ربما الذي حملهم على ذلك هو الخطأ في فهم معنى المحاذاة فإن المحاذاة ليس معناها توصيل خطوط بين المواقيت ثم النظر المسافة ليست هذه هي المحاذاة وإنما المحاذاة أن تكون المسافة بين المحاذي والمحاذى به واحدة يعني إذا إذا جعلنا المسافة ما بين مثلا قرن المنازل و... والكعبة نظرنا إلى ذات عرق نجد أنها نفس المسافة ولذلك ذات عرق يوازي ويحاذي قرن المنازل تماما هذا هو التفسير الصحيح للمحاذاة ليس المقصود المحاذات الموازات وإنما المقصود بها أن تكون المسافة بين المحاذي والمحاذاة به واحدة فمثلا المسافة ما بين الكعبة وقرن المنازل هي نفس المسافة ما بين كعبة وذات عرق فيكون ذات عرق محاذيا لقرن المنازل وهذا لا ينطبق على جدة لا ينطبق على جدة مع أي من المواقيت ومما يؤكد هذا ما ذكرته من أن من يأتي بالطائرة ويريد أن يهبط في مطار جدة لا بد أن يحاذي أحد المواقيت قبل وصوله للمطار ما عدا من أتى من أهل سواكم السودان فإنه يمكن أن يصل إلى جدة من غير محاذاة أي من المواقيت، ولهذا نقول ليس للمحرم أن يؤخر ليس للحج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى مطار جدة، وإنما يلزمه أن يحرم وهو في الطائرة عند محاذاة الميقات الذي يمر به، ويستثنى من ذلك من أتى من مدينة سواكم السودان، فهؤلاء فقط هم الذين يجوز لهم تأخير الإحرام حتى يصلوا إلى مدينة جدة. أيضاً من النوازل آه الإزار المخيط لبس الإزار المخيط للمحرم ما حكمه هذا الإزار المخيط هو إزار آه يشبه التنورة التي تلبسها النساء محاطا من جميع الجهات آه أفتى بعض العلماء المعاصرين بأنه يجوز للمحرم لبسه ولكن أكثر العلماء المعاصرين ومنهم مشايخنا في دار الإفتاء آه رأوا أن هذا انه يعتبر من المخيط وهذا هو الاظهر في هذه المساله ان هذا الازار المخيط انه يعتبر من المخيط فهو صوره من صور المخيط بل هو يعني سروال سراويل بلا اكمام هو سراويل بلا اكمام ويشبه ما ذكره الفقهاء السابقون من النقبه فان النقبه لباس يلبسه الإنسان يتزر به محاطا من جميع الجوانب فهو يشبه هذا الإزار المخيط يشبه كثيرا النقبة التي اعتبرها الفقهاء من المخيط ثم إنه يحصل الترفه بهذا الإزار المخيط فالأقرب والله أعلم أن هذا الإزار المخيط المحاط من جميع الجوانب أنه لا يجوز للمحرم لبسه وأنه يعتبر من المخيط وعلى ذلك فالمحرم اذا اراد ان يحرم فيلبس الازار المفتوح المعروف، اما هذا الازار المخيط فهو معتبر عند اكثر العلماء المعاصرين من المخيط الذي يجب على المحرم ان يجتنب لبسه ويشبه ما ذكره الفقهاء السابقون من النقبه التي اعتبروها من المخيط. ايضا من النوازل المبيت خارج منى عند تعذر المبيت بها وهذا كان يحصل السنوات الماضيه ربما هذه السنه قد قد لا يحتاج لهذه المساله نظرا لقله اعداد الحجاج بسبب ظروف جائحه كورونا لكن في السنوات السابقه كان يحتاج الى هذه المساله فان منى لا تتسع للحجيج فيحتاج بعض الناس الى ان يبيتوا خارج منى فاذا اتى الانسان ووجد منى ممتلئه لم يجد له مكانا فيها فهل يسقط عنه المبيت بمنى؟ يسقط عنه هذا الواجب؟ او انه يلزمه ان يبحث عن اقرب مكان يلي منى فيبيت فيه؟ قولان لاهل العلم والاقرب الله اعلم هو الثاني، وهو انه يلزمه ان يبحث عن اقرب مكان يلي منى فيبيت في ذلك المكان، لانه بهذا يكون قد اتقى الله تعالى ما استطاع. اشبه ما لو اتى المسجد الجامع يوم الجمعه، ووجده ممتلئا فلا تسقط عنه صلاة الجمعة وإنما يلزم أن يصلي في أقرب مكان يلي هذا الجامع يصلي ولو في الشارع ولو عند أبواب باب الجامع لكن لا تسقط عنه صلاة الجمعة هكذا أيضا إذا امتلأت منى بالحجيج فلا يسقط هذا الواجب وإنما يلزم الحاج أن يبيت في أقرب مكان يلي منى لأنه يكون بهذا قد اتقى الله ما استطاع ولأنه كذلك يحقق مقصود الشارع من المبيت بمنى فإن مقصود الشارع هو أن يجتمع الحجاج في مكان واحد وأن يكونوا أمة واحدة والحاج إذا بات في أقرب مكان يلي منى حقق هذا المقصود الشرعي فمثلا المخيمات هاء مثلا تكون في مزدلفة فإذا لم يجد الحاج مكان له في منى هنا لا بأس أن يبيت في هذه المخيمات باعتبار أنه لم يجد مكانا في منى. لكن هذه المساله ربما لا يحتاج لها هذا العام نظرا لقله الحجيج. لكن كانت تطرح في السنوات الماضيه عندما كانت منى تمتلئ بالحجيج ولا يجد بعض الحجاج مكانا لهم في منى. هذه ابرز النوازل التي اردت الحديث عنها في هذا اللقاء واوصي الاخوه الحجاج والمعتمرين بتقوى الله عز وجل وان يحرصوا على أن يكون حجهم مبرورا فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وليحرص الحاج على أن يتفقه في مسائل وأحكام الحج وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائله وأحكامه أسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين